فتحنا هذا المكتب يوم الأمس مع مستشفى عريق اللي معروف أنه مستشفى جسلوك في الهند، صار له فترة طويلة هذا المستشفى، وفي كثير عمانيين مترددين على المستشفى للعلاج. فكان فكرة أن نفتح المكتب هنا في عمان، وراح يساعد المرضى حتى يروحوا هناك، بيكون بعدين يحتوي من تأشيرات نعملها في نفس المكتب، إسعاف الطائر، إسعاف الأرضي، جميع الخدمات اللي موجودة. والمريض هذا بيكون متابع من عمان إلى الهند، من هند إلى عمان ثاني مرة، فراحة المريض يهمنا، والمكتب يوفر أشياء كثيرة، وكل هذه الخدمات يتجمع في نفس المكتب واحد. في كثير من الخدمات اللي موجودة في هذا المستشفى، أكثر شيء عن السرطان، أمراض السرطان، أمراض القلب. مثل ما نعرف عن المستشفى كبير هذا في الهند، وفي مراجع كثيرة، وفي أطباء كثيرين، وفي طبيب. حتى الأمس كان عندنا افتتاح من الجماعة اللي سمعوا عندما هذا الطبيب موجود جاي، ففعلا جيوا قال احنا نعرف الطبيب هذا من 22 سنة، فجاي يسلموا عليه. فمعناته في كثير من الخدمات في هذا المستشفى في جميع من تخصصاته.